الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل بقية مراجعة الوحدة الأولى لمادة الدراسات الاجتماعية صف خامس ابتدائي. تمام. يلا يا ولاد هنبدأ مع بعض نحل بإذن الله. بعد إذنكم الكل يعمل ميوت، اللي عنده اسمه فقط هو اللي يفتح المايك ويجاوب، أو اللي عارف الإجابة يرفع إيده. تمام. وأنا هنده على اسمه، بس بعد إذنكم الكل ينزل إيده دلوقتي. تمام. وأول ما أقرأ السؤال اللي عارف الإجابة يرفع إيده. طيب معانا في الخريطة أول سؤال بيقول دائرة تمر بجنوب مصر. دائرة عرض تمر بجنوب مصر، اتفضلي يا جوري. مس جوري شورتي ولا جوري؟ جوري جوري نعم يا ميس، هقول أول سؤال. اتفضلي يا جوري. دائرة عرض تمر بجنوب مصر. دائرة ال دائرة الايه مدار السرطان. ايوه بالظبط، مدار السرطان، برافو عليكي. يبقى انت كده عندك هنا مدار السرطان. تمام. طيب يا جماعة ناخد بعد كده اتنين، رقم اتنين بيقول لي الهضبة اللي هنا دي اسمها هضبة ايه؟ رقم اتنين. ها أقول يا يا جماعة مس حد عارف؟ أرسل محمد، اللي عارف اللي عارف أرسل يرفع ايده. محمد طيب قولي ايسل. حضرة مرمريكا. بصي كده يا ايسل، الهضبة هنا في الصحراء الشرقية مش في الصحراء الغربية، في الصحراء في الصحراء الشرقية. الشرقية. الهضبة مرمريكا دي في الصحراء الغربية. هيا يا ولاد حد عارف؟ طيب تعرف يا عارف يا أنا مصطفى؟ عارف يا مس، أنا عارف يا مس، أنا مش عارف. ثواني أيوه يا جماعة، قولي يا مصطفى. طيب هضبة الجلف الكبير. للأسف لا يا مصطفى، لا لأن لا برضه هضبة لا الجلف الكبير برضه في يا مس، الصحراء الشرقية، هضبة قصدي الصحراء الغربية عفوا. يا مس يا مس ثواني يا مس، قول. ينفع اقول يا ثواني يا مس؟ جماعة، عارف يا مصطفى ولا مش عارف؟ قول. عشان اعرف الاجابه. ثواني يا جماعة، العضب. طيب عارف يا أحمد؟ يا مس طب قولي، ممكن تكون انا على بقول لك الهضبة قول ده. اهو. كنت يا فاكرها مس ينفع ان احنا، يا مس انا ما طيب قولي يا حمزة. مش انا عارف. مين نعم اللي يا هنا؟ مس، انا يا مس هتم مالك. طيب ثواني، قولي يا حمزة. طيب الهضبة اسمها ايه يا حمزة؟ السؤال الأول التاني يا حبيبي، الأول احنا جاوبناه. هضبة الجلف الكبير. يا مش يا ممكن جماعة أنا هضبة الجلف الكبير في الصحراء الغربية، يا مش هضبة ممكن أنا الجلف غلطها. الكبير في الصحراء الغربية. هضبة العبابدة يا مش ينفع أقول؟ يا مش يا مش يا هضبة مش العبابدة. ثواني بقى، ثواني، لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة. قول يا مالك. هضبة المعازة. هضبة المعازة، برافو عليك يا مالك. يبقى انت عندك لحظة واحدة، يبقى انت عندك هنا هضبة المعازة. بسم الله رقم ثلاثة، رقم ثلاثة بيقول لي ان دي صحرة ايه؟ قول يا احمد، احمد الشامي. الصحراء الغربية، الصحراء الغربية، برافو عليك. وأحد أفرع الدين. ثواني يا جماعة بقى، مش عايزة حد يتكلم بعد اذنكم. طيب رقم أربعة بيقول لي ده فرع ايه؟ هيا يا جماعة، مين عارف؟ تعرفي؟ طيب قولي يا مس يوسف. أنا يوسف مس عصام. ثواني يا جماعة، يوسف أسر عصام. محمد، أنا ما جاوبتش خالص يا مس أسر محمد. ثواني يا آسر، حاضر يا حبيبي، يلا يا يوسف. ده فرع الدمياط. لا قولي يا آسر. طيب فرع رشيد. رشيد يا مس رشيد. فرع رشيد. بصوا يا جماعة، مش أنا قلت لكم إن إحنا نعلمها بإن أنا رشيد فيها فاكرها. حرف الشين، وده فرع ده على الشمال، الفرع اللي على الشمال يبقى رشيد، علمه بحرف يا الشين. مس
الفرع ده على تمام ايدك اليمين ولا ايدك الشمال؟ على الشمال، يبقى رشيد اللي فيه حرف الشين. مس يوسف عصام جاوبها يا مس اوريدي. لا يوسف عصام جاوبها غلط، قال دمياط. بعد كده لما كنت هجاوبها قالها طيب يلا يا اسر جاوب اللي بعدها. بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات، تفتكر ليه؟ تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام. الأهرامات. سمية عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرام. بس شو دقيقة أنا عارفة، ممكن أقول عارف يا أسر؟ لا بس يا أنا مس عارف. أنا طيب مش تعرف يا عارف. مالك؟ ثواني، تعرف يا مالك؟ بس مالك أنا عارفة وأنا مش تعرف الإجابة؟ أنت رافع إيدك. تسمية عصر الدولة القديمة بعصر إيه؟ بناة الأهرامات. مس أنا عارفة يا مس. يا بس أنا عارف. مس أنا مس كنت عارفة. الأهرام؟ الأهرامات يا مس؟ أيوة ليه بقى؟ مش علشان الملوك كانوا بيبنوا الأهرامات يا مس. لو سمحت يا علشان مس أجي أقول إجابتي بس من فضلك. انا بس عايزه اقول جوه اجابتي. طيب لحظه واحده، بس انا مس مش أنا قلت الأول. بس طيب انا اتفضلي يا ايسر. لحظه واحده يا يا مس. مصطفى، اتفضلي يا ايسر. طب هقول لأن اجابتي بعدين. تسمية العصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات عشان الملوك بدأوا يبنوا فيه وبقت مرحلة الاستقرار فيه، لأن الملوك قد بنوا الأهرامات وبنوا حاجات كتيرة وسموه العصر ده بعصر الاستقرار. بس طيب عادي اقول اجابتي انا بقى. اتفضل يا مصطفى. حيث لانها تم. زيادة الملوك من اهرامات ضخمة. طيب برافو عليكم، انتوا الاثنين ممتازين. بس احنا ممكن يقصد نختصر الاجابه الطويله دي في ان بس لانه تم بناء فيه الاهرامات، تمام، فقط لا غير، لان هو اتسمى بعصر بناء الاهرامات لان هو اتبنى فيه الاهرامات فقط، تمام. يعني الاجابه دي يعني كافيه جدا، تمام. طيب بعد كده نيجي بقى للسؤال اللي بعده، نمسح بس اللي احنا عملناه ده. بالمناسبة انا بعت لكم مس الكتاب على الجروب علشان لو حد عايز يبص معانا على الكتاب يا شام، مس بعته على مس الجروب، تمام. مس عادة جوابها، عادة جوابها يا مس. انا عارف طيب ثواني يا اسر، حاضر. مس الكتاب لسه بيبعت جماعة لحظة واحدة بعد اذنكم، يلا يا يا اسر. مس. هو خطوط وهمية، اتفضل. خطوط خطوط وهمية الطول ترسم على ودوران الخريطة العرض وتساعدنا في تحديد الزمن. مس. خطوط يا الطول مس ودوران العرض مس. ثواني يا اسر، هو دلوقتي عايز واحده من الاثنين، يا دي يا دي، ومش اول عايز واحده من الاثنين. بيقول لك خطوط وهميه بترسم بتساعدنا في تحديد الزمن، تبقى انهي واحده فيهم؟ يا خطوط الطول يا دوائر العرض، انهي واحده؟ أنا واحدة يا مس خطوط الطول يا مس. تمام، يبقى خطوط الطول، هي خطوط الطول. جماعه هي تسنيم مش موجوده معانا في الميتنج؟ معرفش تسنيم افتحي المايك، يلا كده جاوبيلي السؤال اللي بعده. من العوامل الطبيعية التي ساهمت في قيام الحضارة المصرية القديمة ايه وايه؟ من العوامل الطبيعية التي ساهمت في قيام الحضارة نهر المصرية النيل. القديمة، ايوه قولي، علي صوتك بس معلش. نهر النيل برافو عليكي، ممتازة. نهر النيل، وإيه تاني؟ نخمة وإيه تاني؟ نناس. والمناخ، ممتازة يا تسنيم، برافو عليكي. تمام، محمد سمير، يلا السؤال اللي بعده. من الأودية الجافة التي تقع في الصحراء الشرقية، في الصحراء الشرقية، في وادي جاف في الصحراء الشرقية، اسمه إيه بقى الوادي ده؟ وادي النيل. ده وادي جاف في الصحراء الشرقية. طيب
تعرف يا أدهم؟ نعم تعرف من الأودية الجافة اللي بتقع في الصحراء الشرقية اسمه وادي إيه؟ أودية مثلا وادي جاف في الصحراء الشرقية اسمه وادي إيه؟ لابس عار مس ثواني يا جماعة، ممكن لا ثانية زي مثلا وادي العلاق أيوة بالظبط، برافو عليك، وادي العلاقي. طيب يلا يا شام، ايه العلاقة بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ تفتكر ايه العلاقة ما بين الاتنين دول؟ نعم يا مس. ايه العلاقة ما بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ مس هو ينفع أقول بعد الخمس؟ مس أنا مش فاكرة ده السؤال. مش فاكرة السؤال. تمام طيب هدى عبد الستار ما جاوبتيش معانا، يلا بينا قولي. هدى نعم يس. ايه العلاقة ما بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ تغيرات اللي دول ايه؟ ايه العلاقة ما بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ التغيرات المناخية والشواطئ اللي طيب مالك، تعرف يا مالك؟ نعم يا مس. عارف؟ ما العلاقة بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية يا مس؟ علشان يا مس درجة الحرارة عند الشط بتخف علشان نسيم البحر يا مس. آه لا للأسف. طيب مس يا مين مس عارف يا ولاد؟ بسبب تغير بيولوجي. مس ممكن أقولها، ما العلاقة بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ اتفضلي مس يا ايس. الشواطئ ثواني يا جماعة، الحرارة المناخية. قولي يا ايس، قولي بتقولي ايه؟ نسيم الشواطئ يرطف على درجة الحرارة، يرطف على المناخ. هو الموضوع ملوش علاقة خالص بدرجة الحرارة. جماعة انتوا معقول ما فيش حد فيكم عارف خالص الإجابة؟ ناس ممكن انا جوزي ناس. ثواني، مين بيقول انا؟ ممكن انا جوزي محمد. انا ناس طيب انا قولي آسر، جوزي بس لحظة واحدة بس انا قولي ناس آسر. طيب لا ناس. قولي الإجابة اللي عندك. ما العلاقة بين التغيرات المناخية والشواطئ المصرية؟ مس بس عادي لو اصلا ما اعرفهاش، انا ادهم انا ولسه نسيت عارف. السؤال يا مس، نسيت حاضر يا ادهم، الإجابة، ادهم نسيت الإجابة يا مس. قولي ادهم. مس ممكن انا مس جوزي ان هي مس تؤدي مثلا ارتفاع درجة الحرارة الى مثلا مستوى سطح البحر بيؤدي لتآكل السواحل. ايوه بالظبط، برافو عليكي يا ادهم. يبقى انت عندك التغيرات المناخية يا مس انا كنت عارف تؤدي، طب وما قلتش ليه؟ تؤدي إلى يا مس، فضلت اقول انا تآكل وحضرتك ما سمعتنيش الشواطئ. كده يا مس. بس حد انت مش رديت عليا وانا مين اللي كمان. بيقول ان انا ما ردتش عليه؟ مين انت؟ انا جوري طيب يلا يا جوري جاوبي السؤال اللي بعده. ماشي. حقق المصريون القدماء انجازات في العلاج مثل العطور والعلاج مستحضرات التجميل اللي طيب هو بص يا جوري، هو دلوقتي محدد لك المصريين القدماء في العلاج فقط، ما قالكيش ولا مستحضرات تجميل ولا اي حاجه تانية، هو قالك العلاج فقط. فانت ايه دليلك ان المصريين القدماء ليهم انجازات في العلاج؟ ايه دليلك على كده؟ يعني بس استخدموا ايه؟ لا ما استخدموش ايه الدليل اللي موجود دلوقتي بياكد لنا ان هم كانوا بيستخدموا
كان ليهم انجازات في العلاج، ايه الدليل اللي موجود معانا دلوقتي؟ انا عارف حاجه يا موجوده مس، معانا انا دلوقتي، عارف. ثواني يا مصطفى، حاجه موجوده معانا دلوقتي بتؤكد لنا ان هم كانوا عندهم انجازات في العلاج زمان، ايه بقى اللي موجود معانا دلوقتي؟ نزلت دلوقتي طيب قول كده يا مصطفى. بصراحة يا مثلا مس، مش حقق المصريون القدماء الإنجازات في العلاج. ناس، انا مش عارفاها، ناس ممكن اقول انا شعب، ناس ممكن انا جوتي. طيب يا مس، ثواني ثواني يا جماعة، سجل عارف يا مصطفى؟ بسبب ان هم سجلوا المصريين القدماء الوصفات الطبية، ايوه واستخدموا صح، النباتات على البرديات زي بردية إيفرست وزنبرتيت هيرست واسمه ايه ده؟ وإبرست. يبقى هنقول حيث سجلوا الوصفات الطبية برديات على برديات هيرست وإبرست، مثل هيرست وإبرست، بردية يعني مثلا انا قلتها هيرس وإبرست. وإبرس. أنا افتكرتها. تمام مثلا انا اللي قلتها ماشي يا مصطفى، برافو عليك. طيب هيرست وإبرست. يلا خلاص يا جماعة، يلا يا جودي انت بقى هتجاوبي السؤال اللي بعده. اللي هو مس اختر ايوه اختر، هنجاوب يا اختر مس، ما وبعديها لحقتش انت يا شام. يا مس، ما لحقتش اكتبها يا مس، يا مس هنقول سجلوا الوصفات الطبية يا آسر على برديات مثل بردية هيرس وإبرست. انا ما اعرفش ان انتوا بتكتبوا عشان عارفة ان انتوا مش معاكم الكتاب، معلش. لا يا مس، طيب انا محمد بكر. معلش يا آسر، طيب هكتبها لك تاني. حاضر، سجلوا الوصفات الطبية على برديتين مثل بردية هيرست وإبرست. يلا يا جودي، اكتبها أي يا من مس. المظاهر التضاريسية الآتية بيقع داخل الصحراء الغربية؟ هضبة الكلف الكبير، تمام، برافو عليكي، هضبة الجلف الكبير. يلا يا شام، كان الملك مينا قبل تحقيقه الوحدة حاكما لمدينة ايه؟ طيبة. سيبا، برافو عليكي. بس ممكن انا بعد شام، بس مقنعة هتجوز انا مش هتجوز. يلا يا هدى، يلا يا هدى، آسر بعد إذنك اعمل ميوت. مش هدايا ولا هدى حمودة، يلا يا هدى، بس هدى هدانا حمودة. ولا هدى خط الطول الرئيسي بيسمى إيه؟ بيسمى جرينيتش ولا السرطان ولا الجدي ولا الاستواء؟ خط الطول الرئيسي يا هدى جرانيت. جرينيتش، برافو عليكي. تمام، طيب هنقول بقى اجب. يلا يا مين تاني، استنوا بقى كده نختار الناس اللي هي ما جاوبتش معانا خالص دي. يوسف عصام، يلا يا يوسف، اذكر نتيجة واحدة لدوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع. تعاقب الفصول. برافو عليك، نتج عن ذلك تعاقب الفصول الأربعة، نتج عن ذلك تعاقب الفصول الأربعة. طيب السؤال ده بقى بيقول لك ما مقترحاتك للاستفادة من المحميات الطبيعية في مصر؟ حد عارف؟ إيه طيب، عارف يا حمزة؟ انت انا انا قلت مش انا مش عارفه مش شعب، مش انا عارف. ممكن انا مش طيب قول يا مالك. لحماية الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض، لحماية الحيوانات المهددة الانقراض يا مس. طيب هو انت ده اللي انت بتجاوبه ده، دي اهمية المحمية الطبيعية. انا عايز اعرف ايه المقترحات اللي عندك اللي انت ممكن تقولها علشان تستفيد من المحميات المصرية.
لان ليش احنا انا في شعر؟ مصر. يعني اقول طيب يا قولي باشا يا شاب. حاجات. يلا يا مس. السماح للاشخاص والسياح بزياده المحميات للاستمتاع بها والاستفاده منها في السياحه. ممتاز يا هشام، برافو عليكي، ممتازة. يبقى احنا ممكن نقول ايه يا جماعة؟ احنا نروج للمحميات دي، يعني نعلن عنها الترويج للمحميات كمواقع الترويج للمحميات كمواقع جذب سياحي. وكمان ممكن نقدم كمان برامج سياحية للتعريف بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. هو لحظة واحدة، هو مش بيكتب ليه؟ معلش هكتب تاني. الترويج الترويج للمحميات الطبيعية كمواقع جذب للسياح. وممكن كمان ان احنا كمان نقدم برامج سياحية كمان علشان ننوع بأهمية او نعرف الناس بالحيوانات اللي مهددة بالانقراض، الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. بس ثواني بس بكتب مواقع ماشي يا ياسر، حاضر. جذب للسياحة. فينش خلاص. تمام. طيب يلا بينا بقى نحل بقى الاختبار ده كده بسرعة. تمام. بيقول لك رقم واحد، رقم واحد ده مدار ايه؟ حد عارف يا ولاد؟ معلش كله ينزل ايده، واللي عارف بس هو اللي يرفع ايده. ماشي واحد يا مس. ثواني يا جماعة، انا شايفاكم والله، انا شايفاكم، يعني انا هنده على اساميكم. يا مس كل ربع ايديا بس وكده يبقى ثواني يا اسر. طيب محمد سمير، السؤال اللي انت قلت لك تجاوب ما جاوبتوش خالص، ممكن تجاوب معانا؟ امس حاجة. يلا. رقم واحد ده مدار ايه يا آس يا آس يا محمد عفوا، مدار ايه ده؟ ده مطار اللي بتمر، اللي بيمر في جنوب مصر، اللي بيمر في جنوب مصر. الشمس، نعم. الشمس مش مين طيب كده؟ آسر، بس مش آسر محمد، آسر التاني. ثواني يا جماعة، آسر التاني. أسر عمرو يا مس يعني. أيوة آسر عمرو. اه السلام عليكم. عليكم السلام. تعرفي آسر ده مدار ايه؟ لحظة، رقم واحد مدار الجدي، لا، قصدي اللي السرطان. بيمر مش السرطان. مس مدار السرطان. جماعة اللي فوق ده بيكون مدار السرطان، اللي فوق ده مدار السرطان، مدار الجدي ده تحت. طيب يبقى رقم اتنين بقى هو اللي مدار ايه؟ رقم اتنين اللي هو ده اللي هو بقى اللي مدار الجدي اللي انتوا بتقولوا ماشي عليه. تمام. طيب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة بيقولي دي ماشي. دائرة ايه؟ نعم. تبقى دائرة الاستواء. دائرة الاستواء. مش لا يا مس، رقم اتنين دائرة الجدي يا مس ومدار، ورقم تلاتة يا مس قصدي رقم تلاتة يا مس دائرة الجدي يا مس العكس بس عادي اجاوب ثواني يا مس. هو العكس ثواني يا جماعة، ثواني بس. هو مين اللي بيقول ان رقم ثلاثة هي دائرة المدار الجدي؟ مس اسر اسر محمد. يا مس. ازاي يا اس رقم ثلاثة هي دائرة الجدي ورقم اتنين هي دائرة الاستواء؟ يعني انا عايزاك تفهمني كده، تقولي ازاي أنا هتأكد منها يا مس. هتتأكد منها. طيب اتأكد منها براحتك. يلا ازاي يا يا مس؟ حمد، رقم أربعة منطقة إيه؟ أنا يا مس؟ آه يا حمزة يلا، رقم أربعة منطقة إيه؟ بيقول لك منطقة القطب. ايه انا كده رقم أيوة أربعة يا مس، منطقة. شفت يا مس؟ مس أنا صح يا مس. منطقة القطب مش أمال منطقة القطب الإيه؟ ازاي مس قصر الشمال بيقول دي.
هي ثلاثة هو ونص فين هو تقريبا في هي الجنوب. رقم 4 ده فين؟ في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشمال هو يبقى منطقة القطب الايه؟ الشمالي. في الجنوب في الجنوب يا ماشي جماعة رقم انا 4، يا جماعة 4، يا جماعة انتوا هتجننوني ليه؟ 4 اهي فوق اهي، 4 اهي فوق اهي، في الشمال ولا في الجنوب 4 دي؟ في الشمال، يبقى دي منطقة اسمها منطقة القطب الشمالي. يا مس مس ما طلعتش الشمالي. صح. مس دائرة الاستواء يا مس في النص. صح. طب ما هي دائرة ازاي صح؟ الاستواء في النص ازاي اهي صح يا يا حبيبي، اهي اسطى؟ رقم 3 اهي دائرة الاستواء في النص، واللي تحتيها هو اللي مدار الجدي رقم 2، واللي فوق ده مدار السرطان. مش فاهمة فين المشكلة برضو. طيب يا هو كان مصطفى، يا قايل مصطفى، غلط. مصطفى لو انت المايك بتاعك معلق اخرج وادخل تاني، هتلاقيه اشتغل معاك. طيب يلا يا جوري، ايه العلاقة بين موقع مصر الفلكي والأقاليم المناخية؟ جوري انت خرجتي من الميتنج ولا ايه؟ هي جوري خرجت يا شباب؟ بس ما اعرفش. هي جوري مش موجودة معانا في الميتنج. طيب يلا يا جودي. بس صفة عربي. انت كنت فين؟ انت خرجتي من ميتنج ولا ايه جوري؟ يا مس عشان التليفون التابلت خرجني وجيت تاني. طب يلا جاوبي معايا، يلا يا جودي انت اللي بعدها ماشي. يلا يا جودي جاوبي السؤال ده الاول. موقع مصر الفلكي، ايه العلاقة ما بين موقع مصر الفلكي والاقاليم المناخية؟ المنخية والفلكي. الفلكي المنخية ثمانية بس. طيب عارفة يا جوري؟ نعرف نفكر كده. فلكي هو الفلكي دوائر الطول دوائر الطول لا خطوط اسمها الطول خطوط ودوائر الطول العرض. ودوائر العرض، مفيش حاجة اسمها دوائر الطول، خطوط الطول ودوائر العرض. اقليمي مناخي. طيب مصطفى تعرف تجاوب يا مصطفى؟ ايوه يا مس. طيب قول. موقع مصر الفلكي والاقاليم المناخية. ايه العلاقة ما بينهم بقى؟ ماشي يا مس. موقع مصر الفلكي والاقاليم المناخية. العلاقة بين موقع مصر الفلكي والاقاليم المناخية ان هقولها الاول باللغة. ان اسمه ان الشواطئ يا مس معدل المناخ. لا ده ملوش علاقة خالص باللي انت بتقوله. طيب مين عارف؟ اللي عارف يرفع ايده. انا ابهم مس طيب قولي انا ادهم كده، بس ثواني يا جماعة قولي ادهم كده. بيدي صورة اللي هي الخصائص المناخية وبتاعها من إقليم النبات الطبيعي. لا طيب قولي يا تسنيم، يا مس أنا عارف ثواني يا مصطفى قولي يا تسنيم. شكرتها. أنا موقع منتج على المستويات المناخية. علي صوتك بس يا تسنيم بعد إذنك. ده موقع الجغرافي في مصر هذا غير الأقاليم المناخية. انا مش سامعه اي حاجه. طيب تعرفي حمزه؟
اتفضل. ماشي، بس استني كده. موقع مصر الفلكي والإقليم المناخي. يا مس انا عرفتها. طب دي يا مصطفى انت موقع لك ما عرفش، هو هي انت هتقول. موقع مصر الفلكي يا مس، هو بيحدد الطقس، هو حرارة أو رياح أو أمطار، والإقليم المناخي زيه. يعني هو انت قربت بس مش دي الاجابه بالظبط اللي انا عايزاها. طب قول يا مصطفى الاجابه اللي عندك. يا مس هنقول موقع المكان بالنسبة للخطوط الدور ودوائر العمود، ده الموقع الفلكي. انا مش عايزه تعريف، انا عايزه ايه العلاقه ما بين ده وده؟ يا جماعه يا جماعه، ده احنا بقالنا اسبوع بنراجع يا يا جماعه، مس مش يا معقوله مس تكونوا مش عارفين. تحديد موقع مصر الفلكي بخطوط الطول وال طيب خلاص بقى نهدأ، انا هكتب انا الاجابه. والأقاليم المناخية بالدوائر العامة. طب خلاص نكتب الاجابه بقى. موقع مصر الفلكي ادى الى وقوع معظم اراضي مصر في اقليم المناخ الصحراوي الحار. والاجزاء الشماليه إقليم بحر متوسط. عرفنا إيه العلاقة ما بين الموقع الفلكي والأقاليم المناخية؟ إن الموقع الفلكي هو اللي خلى إن أراضي مصر معظمها يكون في الإقليم الصحراوي الحار. والأجزاء الشمالية هي اللي في البحر المتوسط. طبعا انا يعني انا سكت على مستواكم ده، لان انا عارفه ان انتوا الاسبوع ده عندكم امتحان، فانتوا بتذاكروا مواد تانية فمش فاضيين، لكن انتوا لو فضلتوا بالمستوى ده لحد اخر الاسبوع في الامتحان بتاعي، فانتوا يعني انا مش قادره اقول لكم بصراحه، يعني انتوا هتعملوا ايه؟ يعني انا مش قادره اتخيل ان انتوا ابسط الاسئله ان انتوا مش عارفين تحلوها، مع اننا بقالنا اسبوع بنراجع، اسبوع بحاله احنا بنراجع وبنحل اسئله، والاسئله بتتكرر وبتعيد نفسها. ماشي، احنا بس يجي وقت الامتحان هنذاكر. طيب لما يجي يقول لي من اهم الحيوانات المهدده بالانقراض، يلا يا جودي بقى عشان انت ما جاوبتيش، طب ماشي، الحيوانات انت المهدده ممكن بالانقراض في تقولي مصر. اهم الحيوانات المهددة بالانقراض في مصر؟ الغزلان ولا النعام ولا الابقار ولا الخراف؟ ها الغزلان. بالظبط كده، الغزلان. ماشي ساعدنا كمان اجاوب عشان ما جاوبتش. ماشي يا هدى يلا. تحدث ظاهرة تأكل الشواطئ في الجهات الشمالية من قول يا هدى، الظاهرة اللي بتأكل الشواطئ في الجهات الشمالية، منخفض الفيوم، الدلتا، هضبة العبابرة، جبل كاترين. منخفض الفيوم. لا الدلتا، دلتا الدلتا هي دلتا اللي بيتأكل فيها الشواطئ من الأجزاء الشمالية. سمحتي أكثر يا مس، جهات شبه جزيرة سيناء ارتفاعا هي ايه؟ أيسل. أكثر جهات شبه جزيرة سيناء ارتفاعا، شرقيا، جنوبيا، شماليا، غربيا. جنوبيا. جنوبية. برافو عليكي. طيب لما يجي يقول لي اذكر سبب واحد، اذكر سبب واحد لهبوب رياح الخمسين، او عفوا اذكر نتيجة واحدة لهبوب رياح الخمسين، النتيجة اللي بتهب فيها رياح الخمسين. الناس احمد الشامي، الناس قول لي كده نتيجة واحدة لهبوب ريح الخمسين. نتيجة واحدة لهبوب الريح الخمسين. بس سوري، بس بس أفكر. بس هبوب الريح الخمسين أيوة
يلا الجهاز بسرعة عشان ما فيش العمالة وقت. بالولاية أو تبقى ترد على مصر في فصل الربيع. هي بتب على مصر في فصل الربيع ماشي، انا عايزة بقى نتيجة، ان عايزة نتيجة ان هبوب الريح الخمسين دي بتهب على مصر، بتسبب بيحصل ايه؟ إصابة الانسان بيحصل له ايه؟ تسبب إصابة الإنسان ببعض الأمراض الجهاز ايوه، التناسلي تصيب والتباعد الانسان في المحاصيل الزراعية. ببعض امراض الجهاز التنفسي واصابه المحاصيل الزراعيه، بس هو طبعا بيقول لك اكتب نتيجه واحده بس، فاحنا هنذكر واحده بس. طيب اذكر سببا واحدا لتنوع النباتات المصريه في مصر، النباتات الطبيعيه في مصر. ايه سبب تنوع النباتات الطبيعيه؟ ايه يا جماعه، محدش عارف؟ يوسف عصام. السؤال الثاني، اذكر سببا واحدا لتنوع النباتات الطبيعيه في مصر. سبب واحد، وفرت البيئة المناسبة للنباتات. ماشي، ميسي هو أقول وفرة أنا، البيئة دي، وفرة البيئة ديت اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ يا ميسي أقول أنا، وفرت المياه والغذاء. طب قولي كده يا جوري. مش تنوع المناخ، بالظبط كده، تنوع المياه. تنوع المناخ صيفا وشتاء، تنوع وتنوع المناخ البيئات المصرية، بين صيف وشتاء تنوع البيئات المصرية. وتنوع البيئات المصرية. برافو عليك يا جولي. طيب هنحل بقى الكلام ده كده بسرعة شفوي. سكن مصر القديم قبل نزول وادي النيل، سكن الايه؟ البيوت. هو بيقول لك سكن البيوت، صح ولا غلط؟ هو طبعا غلط، ما هو عايزك تصلح كلمة البيوت، هنقول بدل البيوت ايه؟ مش ممكن أقول اتفضلي. وادي هو الوادي سكن قبل نزول الوادي، سكن ايه يا جماعة؟ في الهضاب، هضاب هضاب الكهوف، كهوف، سكن الكهوف. الكهوف الهضاب. لا، هو سكن الكهوف لكن كان بيعيش فوق الهضاب. لما يجي يقول لك سكن، سكن غير يعيش، يعيش فوق الهضاب، لكن سكن ايه؟ سكن الكهوف. اكبر دوائر العرض سكن هي الكهوف، مدار مدار الجاذب. السرطان، لا، السرطان، اكبر دوائر العرض هي دائرة الاستواء يا جماعة. ده الاستواء. سوري، تقع محمية جبل علبة شمال شرق مصر. لا في جنوب، جنوب 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 شرق يعني. مصر. جنوب شرق مصر. طيب ده كده كان بالنسبة للمراجعة بتاعت النهاردة، أتمنى يعني إن أنتوا تكونوا استفدتوا شوية.